ايوه طب حضرتك بس افهم حضرتك واخدني وراح فين؟ اتفضل معايا. طيب ما انا متفضل عادي بس عايز افهم. طيب اتفضل يا عم. طب انا ما بنبقني حضرتك. طب عايز افهم. طيب حضرتك اتفضل اركب. اركب ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله. ايه اللي انا هركبها دي حضرتك؟ اركب. حاضر. السلام عليكم. ازيك يا ميش؟ اهلا. ازي حضرتك؟ اطلع يا شاوي. استنى حضرتك. استنى يا شاوي. يطلع فين حضرتك؟ ولا ده بقى اسمه خطف؟ انا سكر الرفاعي مدير اعمال النبي بيه، وهو عاوزك. لا اله الا الله. انا مال انا اذا كنت سكر الرفاعي ولا سكر الحوامديه حتى؟ الله. وبعدين الراجل ده عايزني انا ليه؟ لما نوصل هتعرف. ماشي. لا ما توصل حضرتك. هو المكان اللي احنا قاعدين فيه ده اسمه ايه؟ ده الصالون. الصالون؟ لا واضح والله. تلاجة هي ولا على كده بقى اوضه النوم مش بعيد عن هنا صح؟ ميشو يا النبي بيه. اهلا يا ميشو. اتفضل اقعد. السلام عليكم. الله الجو هنا عبقري. اقعد. عجبك الجو؟ جدا. اصل انا حضرتك بموت في المزيكا، خصوصا المقطوعه اللي بيعزفوها دي، مقطوعه اين كلاين نخت بتاعت موتسارت. ده انت باين عليك جامد جدا زي ما بيقولوا البوس، وكمان اللي عملته في لبنان. انا جامد جدا زي ما بيقول. هو مين البوس ده وعملت ايه في لبنان حضرتك يعني؟ وكمان حريص. لا لا تعجبني طبعا. انت ما تعرفنيش لكن اكيد سمعت على عنابي. عنابي؟ لا هو انا الحقيقه شربته بس يعني. دمك خفيف وبتحب الهزار. النبي بيه ده أكبر تاجر تحف وانتيكات في البلد، وشغله كله بيصدره بره. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بص ما هو سيماهم على وجوههم. فعلا حضرتك ده أجمل شيء حضرتك تعمله علشان بقى بره يعرفوا اسم مصر وعظمتها. أهو ده اللي أنا حريص عليه يا ميشو، إن اسم مصر ومكانة مصر تبقى في أعلى مكانة. عشان كده ما بشتغلش غير في الاسعار، عشان الناس تتشوق تيجي وتزور مصر. ندخل في الموضوع. انت عارف ايه ده؟ طبعا. دي صوره تمثال ايزيس وهي ترضع والدها حورس. ايزيس زوجة الاله اوزوريس وام الاله الصقر حورس، وكانت ايزيس رمزا للامومه والحمايه والتهدف. كفايه كفايه. لسه. وكانت عند الفراعنة إلهة السحر والجمال، وحمت الناس من الشر. ده انت باين عليك داهية فعلا. ايه المعلومات دي كلها؟ فعلا حضرتك انا داهية ودواهي كدهون يعني في نفسيتي، وما تستقلش بيا يعني. وانت عارف التمثال موجود فين؟ طبعا عارف. موجود في المتحف المصري الذي انشئ عام 1896. اي والذي بناه المهندس الفرنسي مارسيل دورنو. وكان على النسق الكلاسيكي. أنا كمان وصلتني معلومة إن التمثال ده هيتنقل من المتحف السنة دي مرتين. مرة عشان يروح يترمم ويرجع تاني للمتحف المصري، والمرة التانية هيتنقل من المتحف المصري للمتحف الجديد. يعني حضرتك يعني مهتم قوي يعني كده بالموضوع ليه يعني؟ حضرتك عايزني انا اشرف على عمليه النقل؟ ماشي ما عنديش مشكله خالص. ربنا يا رب يكتر من امثالك. لا يا ميشو لا، انا عايز التمثال نفسه، ودي المهمه انك تجيبهولي. ربنا يقلل من امثالك. حضرتك عايزني انا اسرع التمثال نفسه؟ باي طريقه انا مش هناقشك. المهم ان انا هعرف لك معلومه ميعاد نقل التمثال. طبعا. وحضرتك بقى لما انا اجيب لك التمثال حضرتك هتقوم مهربه على بره البلد صح؟ لا ما تشغلش نفسك بسفره لبره دي.
أنا ليا سككي. ها قلت إيه؟ قلت لا طبعا. هدي لك نص مليون دولار يا ميشو. نص مليون إيه؟ أنت تعرف التمثال ده قيمته قد إيه؟ مليون يا ميشو. ولا 10 مليون. سكر. أفكر. هسيبك تفكر وبكرة تقول لي آه ولا لا. يا نهار أبيض، إيه اللي بيحصل لي ده يا ربي؟ كل ده علشان حطيت نفسي مكان أخويا ميشو يوم واحد؟ إيه الناس دي؟ وإيه العالم ده؟ كلكم بقى مصيبة عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة ديكم تاني. أعمل إيه بس يا ربي؟ أعمل إيه؟ لو قلت لأخويا ميشو أخاف لا يروح يسرق التمثال، لو ما قلتلهوش أخاف لا يعملوا فيه حاجة وحشة. عنابي بيه ده شكله ما بيخافش لا هو ولا سكر سنطرافيش اللي معاه ده، يعني لو بلغت عنهم البوليس مش هيجيب نتيجة معاهم. وكما قال لاو تسي، إذا كان الناس لا يخشون الموت فما الفائدة من محاولة تخوفه؟ ده إيه الغلب ده يا رب؟ إيه الغلب ده يا رب؟ إيه الصداع ده يا رب اللي بقى على عناية؟ وكما قال أبيقراط وأرسطو وأفلاطون فإن كل شخص له صفة تميزه عن غيره. غلط، المفروض إن كلنا سواسية، والاختلافات الفردية لا تغير من الأمر شيء، لأننا بنكمل بعضنا البعض. لا 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 لا، هو ده الغلط بعيد، هو اللي ألغى الطبقات وأوجد الحقد الطبقي من الفقراء على الأغنياء، ومن هنا ظهرت السرقة وكثرة اللصوص. بس أنا شايف إن الوسطية هي الحل. الشرع وكثرة النصوص ظهروا من طبع وجسع الأغنياء، وبقى كل شيء بيمشي بالرشوة والمحسوبية. علشان مفيش نظام، مفيش تعايش مع الواقع، لازم يبقى في ناس بتاكل كافيار وناس بتاكل فول. يا جماعة أنا عايز نابت، فين النابت؟ ظلومي كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، يا زحمة والحياة غربة بنتلاقى تفرقنا، وطعم اللقمة بقى مرة، ظلومي كل سنة مرة. الله يا ملك، الله ايه الجمال ده والحلاوة دي؟ الله الله يا ملك، يا سلام. اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، ياخد باله مني يلعب ويايا، فاهم؟ اوعى تكلمني بره. خلاص خلاص فاطين، بس يا انس اطلعوا بره يا شويه صيع. انا اعترض. اعترض على نفسك. لا 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 ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 بره. اطلع بره. ماشي ماشي في 60 داهية، اطلع بره يا شوية صيع. اوعى تكلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اطلع بره. انا اللي استاهل كل اللي يجرى. فعلا انت اللي تستاهل. يا اطلع بره. فاطين، ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده قفلت الصالون. صالون؟ صالون ايه يا انس؟ انت لو كنت فتحت صالون حلاقه كان يبقى احسن. ايه دول شويه صيع جايين عشان ياكلوا ويشربوا بس؟ مالك زعلان كده ليه؟ كنت عارف انك هتستناني، وانا ما كنتش هنام من غير ما اتكلم معاك. حطيت نفسك مكاني وشفت العالم اللي انت كنت عايز تعيشه. شفت العالم بتاعك كله دمار ورعب وخوف ودم، ويا ريتني ما شفت العالم بتاعك نهايته الموت يا ميشو. ما كلنا هنموت،
ايوه بس مش عايشين ندور على الموت ونروح له برجلينا. واذا كان ده هو طريقي وباختياري وده العالم اللي انا عايز اعيش فيه، بس العالم ده صعب ان الواحد يعيش فيه وانا صعب ابعد عنه. شوف عالم تاني غيره. قصدك العالم اللي انت عايشه؟ ما شفته. شفت ايه؟ شفت ضعفك حتى مع خطيبتك لمياء. مالكش دعوه بخطيبتي لمياء يا ميشو. شفت حب التلاميذ ليك وحب عمي انس، شفت خوفك عليا في كتابك، بس للاسف عمري ما هبقى فطين يا فطين. مش لازم تكون فطين، بس ما تبقاش ميشو. صعب، انا بحب ميشو ما اقدرش استغنى عنه. بس خلي بالك بقى لو هو اللي استغنى عنك. متخافش، عمر الشاي باقي. الفلوس دي مش بتاعتي، بتاعتك. فلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس عملية طلعتها مكانك كمان. ده احنا بقينا جامدين قوي وبقينا نطلع عمليات. بس دول حقك يا فاطمة وانا مش هاخد منهم حاجة يا ميشو. ماشي. سلام ميشو. نعم. اوعى تكون زعلت خطيبة لمياء. سلام. ما انا كان ممكن ابوس ساره واضايقك. كده تسيبيني نايم لحد دلوقتي؟ ايه ما جوعتيش ولا عامله دايت؟ ماشي يا ستي. هاد الفطار بتاعك. بيصحيني بعد كده يا سمسمة. ها اتوضى عشان اروح اصلي صلاة الجمعة. فاطين يا فاطين. سميرة. سميرة راح فين الزفت ده؟ انت يا زفت يا فاطين. اوف زهقت. فين اللي اسمه فاطين ده؟ راح فين يا فاطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. فاطين. نعم. رايح فين؟ حضرتك يعني شايفاني لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة وماسك في إيدي سبحة والنهاردة يوم الجمعة، يبقى رايح فين؟ أروح ألعب تنس يعني؟ حضرتك رايح أصلي الجمعة. اعترضي بقى، اعترضي عشان ربنا يسخطك في يوم زي ده. اتكلم بأدب يا قليل الأدب، دي مش أخلاق واحد رايح يصلي. لسه بدري قوي على الصلاة وأنا لسه ما شفتش النسكافيه بتاعي. إيه؟ حضرتك بقى أنا بحب أروح الجامع بدري
وما حبكش يعني حضرتك تشرب النسكافيه بتاعي غير وانا رايح اصلي؟ بطل رغي بطل رغي، ايه القرف ده؟ انا زهقانه متضايقه يا اخي. اعملي النسكافيه بتاعي، هتعمله ولا مش هتعمله؟ لا مش هعمله. ها بقى كده؟ ايوه ماشي. سيد يا سيد. ايه سيد؟ فيه.